النور احبابي الغاليين، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم احبابي الغاليين، هادو هما الخبيزات اللي غندير، درتهم بعجين 10 دقائق. راني كورتهم وغادي نخليهم يزيدوا، راني كنت كورتهم قبل وغادي نزيد نخليهم شويه يزيدوا يخمروا مع، غادي نصوب داكشي اللي غادي نصوب بالحشوه وانا معاكم. اوكي احبابي الغاليين، ماما مهم احبابي الغاليين الحشوه كما كتشوف، كيف ما كتشوفوا احبابي الغاليين، هنايا عندي الخس، درته في الماء، رقدته في الماء والخل وخليته واحد شويه رقد في الماء، من بعد درته يقطر ومسحته بالفوطه باش ما يبقاش فازك. هنايا الخيزو حكيته، حكيت خيزو، هنا حكيت الفرماج، هنا حطيت الزيتون، كنت نقول لكم حكيت الزيتون. المهم هنايا حطيت الزيتون، هنايا عندي الطون او هنا في طاجه كيقولوا له التون. المهم غادي ندير في العطريه، غادي ندير شويه ديال اللبزه وشويه ديال الملحه والزيت خلاص ديال التون، نزيد عليها غير شويه ما نكثرش. هنا كيف ما كتشوفوا في البانيني الخبز ديالنا راه كيطيب، ها هما كنطيبهم ديريكت هنايا، كيجيو واعرين كيف ما كتشوفوا هنايا. كنديروا هذا الشيء مهم، خصني نقطع باش نعرف كيفاش ندير. كيف ما كتشوفوا انا درت القوام كامل، ما عرفتش حتى كنقرب هكا حيت كتوضح الصوره، ما عرفت علاش تكون بعيده، ما فهمتش علاش، قولوا لي الا عندكم شي فكره، كي تكون فلو والله ما فهمت والعادة. المهم انتم، المهم هنايا راه درت الملح ودرت الابزار ودرت شويه الزيت، غير هو الملح ما كثرتش فيه على حسب التون، راه هو مالح داكشي علاش ما كثرتش فيه. وصافي هنايا غادي نخلطوا الخليط وغادي مع نتسناو الخبز، راه الخبيزات الاخرين حيدتهم ودرت خبيزات واحد اخرين، ها هما هادو هما كيطيبوا عاود. وهنا حيدت هذيك الخبيزات اللي طيبت في الاول، كيجيو بحال البانيني. المهم ما عرفتش الكاميرا ما فهمتش علاش، هانتوما كيجيو هكا وصافي، مع كيبردوا شويه كنبدا نعمروهم وكنقدموهم في الطبسيل. مهم احبابي هنايا راني خلطت الحشوه، غير واحد القضيه بغيت نقولها لكم، راه ممكن تديروا اي حشوه، انا راه بعد مره كندير بالدجاج بحال هذيك الحشوه اللي درت البارح في الكريب، راه بها حتى هي كنعمر، كندير واحد طريف ديال الخس وكندير فوق من هذيك وندير شويه ديال الفرماج وصافي، هذاك الفرماج ديال ساندويتش. نتوما المهم نتوما تبدعوا، انا غير كنعطيكم وصافي. المهم انا هادشي اللي درت اليوم لحقاش باقي لي شي حاجات من البارح، يعني قلت نزيد غير هاد البيزات هادو وصافي، ما باقي لي شي باقي لي شويه البيتزا من البارح، باقي لي الكريب من البارح، قلت نزيد هادو الحريره وخلاص، هو داكشي اللي دائما متعودين عليه. المهم نتمنى يعجبكم الحال ويعجبكم هاد لا فيديو. المهم انا خصني حتى كنقرب عاد كيبان هادشي، ما فهمتش من الكاميرا حيت كتبان مضببه. هنايا الخبز راه باقي هنايا كيطيب، ها نتوما يعني كنقلبوا، المهم حتى كي هذا كيف ما كتشوفوا احبابي الغاليين، هذا هو الشكل النهائي ديال هالخبيزات هادو، ها نتوما من بعد ما طابوا من بعد ما حليتهم وعمرتهم كيف ما كتشوفوا هكا كيجيو معمرين. ايوا هادي هو الشكل النهائي، نتمنى يكون الاعجاب ديالكم، كون خفيفه دائما على قلبكم، كون على حسن الظن ديالكم. كنشكركم بزاف بزاف احبابي الغاليين ونموت عليكم، وهذا هو الشكل